السلام عليكم، أنا دكتور عبدالعزيز بوزير، سأتحدث معكم قليلاً عن ما الذي يجب عليكم فعله لإنقاذ أسنانكم الدائمة عندما تتعرض لكسر أو سقوط بسبب ضربة على الوجه أو وقعة. أولاً، ابحث عن الجزء المكسور من السن. ثانياً، الجزء المكسور من السن يمكن لصقه أو إصلاح الجزء المفقود من السن، فلذلك يجب زيارة طبيب الأسنان في أقرب وقت. ماذا تفعل عندما يسقط أحد أسنانك؟ أولاً، ابحث عن السن المفقود. ثانياً، امسك السن من التاج وليس الجذر. ثالثاً، اغسل السن بماء بارد من الحنفية ولكن لا تفرك. رابعاً، محاولة إعادة السن إلى مكانه بمساعدة أحد الكبار، وإذا لم يمكن ذلك فيوضع في كأس من الحليب، وإذا لم يتوفر الحليب فيوضع بين الخد واللثة داخل الفم مع الحذر من عدم بلعه. خامساً، الذهاب إلى طبيب الأسنان في أسرع وقت خلال مدة ساعتين من الزمن.